Mashallah, this girl is an orphan. Both her parents were killed. And mashallah, she's now here in the Makhayam. She's going to do a poem for us, inshallah. Yes. على كفر مبوده على كفر مبوده قذائف ليل نهار على كفر مبوده من اول النهار طلعنا كبار صغار طلعنا على اطمي من اول النهار صار عنا شهداء كتار صار عنا شهداء كتار من دم الشهداء شربت كفر مبوده ودمرت هالدار ودمرت هالدار من دور ومنلف الكون ما بنرجع كفر مبوده كله من هالملعون تكبير 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 الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير okay,